مساكم الله بالخير والنور أعزائنا المشاهدين. هذا اليوم السادس وانقضى الأيام قاعدة تطير. دبي للرطب والله ما حسيناها، باقي له يومين وباقي له شوطين، وهذا اليوم السادس. لكن اليمعة والفرحة اللي يشوفه وجه الكبير والصغير والمشاركين وزوار هذا المكان تثلج وتريح صدورنا يوم نشوفهم وعن قرب ونسولف ونتنومس ويا الفايزين كذلك. مساكم الله بالخير مرة ثانية. برنامج دبي للرطب الذي ينظمه مركز حمدان محمد لإحياء التراث، والذي يهدف من خلال هذا التجمع التراثي إلى دعم وتعزيز قيمة النخلة التي تعتبر أحد أهم رموز الموروث الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع مختلف الفئات على زراعتها والاهتمام بها لأنها قيمة وطنية كبيرة. دبي للرطب يجمع بين التراث والتقاليد ومن بين آخر الابتكارات بعالم الرطب والتمور، ونستطيع أن نتعرف من خلاله على أكثر على الكثير من هذه الشيارة المبروكة، وهي تجمع بين الطعم المذاق وبين الفوائد الصحية. يستخدمون الأول أهالينا في عدة شغلات، الله يرحمهم ويغفر لهم ويعطي الصحة للباجين. برنامج دبي للرطب مستمر معاكم لين 3 أغسطس، ما شيء باقي يومين عن 3 أغسطس. اللي ما حالف الحظ وشارك قبل يشارك من الحين، اليوم يبتدي مشاركته باقي يومين. واللي ما زار دبي للرطب في قلعة الرمال يا مرحبا به ويا حياه، نلقبه هني نترياه باقي له يومين. حياكم، بتستنومسون بتستانسون سواء من خلال تشوفون أنواع الرطب وأنواع الكثيرة اللي موجودة حقيقة، النخبة النخبة موجودة عندنا، وكذلك زيارتكم إلى قسم الأسر المنتجة. كذلك مستمرين وياكم إن شاء الله قلنا لين 3 أغسطس في تغطية هذا الحدث الوطني الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي من قلعة الرمال على طريق دبي العين، وفيه بتلاقون كل ما يخص هل بالنخل والعديد من الأنشطة والأقسام، منها فقرات توعوية من قبل إدارة العامة للدفاع المدني تهدف إلى نشر السلامة والوقاية من حوادث الحريق في المزارع، وورش عمل خاصة بالتراث يقدمها معهد الشارقة للتراث، بالإضافة إلى ورش عن كيفية إعداد الكثير من الوجبات الصحية المعدة من التمر والمقدمة من قبل وزارة الصحة، مشكورين عليها ومشكورين على المجهود اللي يقوموه حقيقة. ودبي للرطب كل يوم تفتح أبوابه قلعة الرمال من الساعة 10 الضحى إلى 10 المساء، ويا حياكم ويا مرحبا بكم في هالميدان هذا اللي يجمع الصغير والكبير. أشواط دبي للرطب نذكركم هي 11 شوط، تخصص منها شوطين المرة الأولى على مستوى الدولة، شوط نخلة البيت وشوط الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أكبر عدج دبي وأكبر عدج عام وشوط الخلاص والبوم عان ودبي عام، وهي الأشواط التي قيمت في الأيام الماضية. أما الأشواط الباقية معانا فهي نخبة عام وكاس الندر عام ونخبة دبي، وهي الشوط الذي جرت منافسته اليوم بمجموع جواز تقدر 215 ألف درهم بيتوزعون على الشكل التالي. اليوم الجائزة كبيرة، اللي سجل وحالف الحظ بيتنومس 70 ألف درهم للأول، والثاني 50 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، والرابع 30 ألف درهم، والخامس 25 ألف درهم. وشروط الأشواط النخلة شروط أشواط النخبة الخاصة بأهل دبي أن المشاركة تكون 3 أصناف، وزن كل صنف فيهن كيلوين. باقي من الأشواط في دبي للرطب هي نخبة عام وكاس الندر. يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني مركز حمدان محمد لإحياء التراث، أو من خلال تنزيلكم للتطبيق دبي للرطب. بس عليكم إذا بغيتوا تسجلون من خلال الموقع أنكم تقرون الشروط أولاً وعقب السجلون، ولا نزلتوا التطبيق وسجلتوا، الشروط واضحة وباينة. واللي ما يروم يوصلنا لين عندنا هني في قلعة الرمال ما عليه إلا أن يطرش السايق ولا حد من العيال ويوصل الرطب لين عندنا هني ويقول هذا رطب فلان فلان ولا فلانة بنت فلان، وهذا رقم المشاركة. بداية نتابع معاكم هذا التقرير مع أخونا أحمد البدواوي، اللي الصراحة استفدنا من الكثير من المعلومات. كل يوم نشاهد التقرير وهو أخوان الثانيين ما قصروا، والله يعطيهم الصحة والعافية. هو من منطقة حتى وهو من أهل بالنخل اللي لهم خبرة كبيرة في هذا المجال، ويخبرنا عن عملية تنبيت النخلة، وبعدها برد وياكم نتابع مع الضيف لقاءنا إن شاء الله.
تنبيت النخل يبتدي عندنا من شهر واحد، تطلع النخل في شهر واحد. إذا النخلة هاي طلعت أول الموسم شهر واحد يكون يعني ثمرها طيب. الشيء الثاني نختار الفحل الجيد أو الممتاز اللي نلقح من النخل أو ننبت من النخل، ما يكون يعني فحل زين يعني نابت بروحه، لأنه الفحول عندنا نوعين. إحنا في فحل نابت من النوى نسميه إحنا نشو، وفي فحل لا إحنا قاصينه فسيلة من أبوه وزرعناه، فهذا الفحل فسلناه إحنا. ليش؟ لأنه الأبو أصيل، يعني سبحان الله النخلة غير عن الأشجار الباقية. زين يعني شوف عندك الإبل مثلا، زين إذا أنت مثلا زين بغيت سلالة طيبة تبحث عن فحل طيب، كذلك النخل نفس الشيء، تبحث عن النبات الطيب والفحل الطيب وتنبته وتلقح منه النخلة هذه. لكن إنك تجيب أي نبات اللي هكذا ممكن تلقح أنت، لكن ما يصير عقاد، وإذا عقدت ثمرها ما لي جودة، يعني ما في جودة ثمرها. ليش؟ لأنه الفحل ما أصيل. يعني هذه النقطة كثير من المزارعين يغفلوا عنها، يعني في نبات زين الحبة ماله حبة صغيرة، وفي فحل ثاني حبته وشبة، فهذا ليه إيجابياته وسلبياته، وهذا ليه نفس الشيء. فأنت إذا بغيت أن تكون يعني النخلة هذه ثمارها طيب وحجمها زين لازم تختار لها فحل زين، هذه النخلة عزيزة عليك. ضيفنا اليوم من عشاق النخل وكل ما يخص النخل، صاحب تجربة كبيرة في هذا المجال وصاحب نظرة متميزة في مجال الرطب والتمور بشكل عام، يعني فاهم الشغلة كاملة. نرحب بضيفنا اليوم خلفان علي السويدي، عضو في لجنة تحكيم دبي للرطب. يا هلا ومرحبا بك خويا. يا مرحبتين، يا حيا الله فيك. بشرني عنك، وش حالك؟ الحمد لله. وش حال هالك وتواريك؟ كلهم خير وطياب. الله يحييك. بداية وتعرفنا على المستوى العام لأشواط دبي للرطب وحجم المشاركات اللي عندكم. والله أخي يوسف، في البداية ما كنا متوقعين هذه المشاركة، يعني لأن سوينا اجتماع نحن قبل البطولة وحطينا تصور، لكن عدد المشاركات فاق التصور هذا كله. يعني الحمد لله كأول دورة يعني عدد المشاركين كان هايل، والمستويات يعني ما كنا نحن متوقعين في الشوط الأول يعني نخلة البيت تنوع أصناف ومستويات تدل على وعي أهل النخل، خاصة في البيوت عندهم وعي وعندهم يعني خبرة في النخل. طبعا كل بيت اليوم في الإمارات، خاصة إمارة دبي كذلك، كلهم محتفظين في هالشيرة مبروكة، ما تلقى واحد يسكن بيت إلا زار عله، إن خالان خالتين ثلاثة جايتنا هدية من أبوه ولا من يارا ولا من بني عم ولا من بني خال، يعني موجود إن خالة موجودة في جميع العصور عندنا ومهتمين فيها، فهي مش مفاجأة، لكن مفاجأة عدد المشاركة. قدري عدد المشاركات والأصناف، والأصناف هي تعددت، قامت الناس تختار الأصناف النادرة والأصناف الجيدة. يعني جتنا أصناف شبه نادر، يعني ما توقعتوها، ما توقعناها أنها تدخل في شوط البيت. شو نوع الأصناف ممكن تذكرنا منها شيء؟ غندة، عياشة، شمل، عندك غندة وعياشة، ايه، بن هويمل، نبتة المزروعي، هذه كلها أصناف جت ودخلت جديدة. يعني وشو جدوة جودتها؟ كانت جودة جدا عالية، سواء في الذوق وفي النقاوة وفي الحجام وفي كل شيء. سبحان الله. نعم. كذلك نقول الكظة اللي صارت عندكم قدرتوا تداركونها. نعم نعم، الحمد لله. لجنة التحكيم تضم نخبة من الشباب وعلى دراية، يعني وعلى نفس المستوى من حبهم للنخل، خبرتهم في النخل وزراعتهم للنخل، هم اصلا اهل نخل يعني. واللي افرحنا انه عملوا شوط للدوائر الحكوميه والمؤسسات. مثل ما تعرف اخوي يوسف، الحين اصبحت النخله رمز،
بس في اغلب الدوائر رمز يعني بس يعني ما تثمر يعني بس اللهم انك زينه. نعم. ف الشوط هذا بيحفز الدوائر انها ترجع وتهتم بالنخيل اللي موجود عندها، سواء انها تنبت وتعدل وتجهز لو حتى تخليها فواله للمراجعين. نعم، هاي فكره بعد فكره. نعم فكره ان النخله ما تكون زينه، اذا كانت زينه فهي بيئه حاضنه للافات وللحشرات النخله لازم يبالها عنايه. نعم. فالله يطول عمر الشيوخ حطوا هذا الشوط وحطوا اشاره للمؤسسات انها تهتم بالنخيل. كيف كانت مشاركاتهم؟ والله شوف، في البدايه طبعا المؤسسات ما كانت مجهزه، لان كانوا اغلب المؤسسات عندهم نخيل لكن مو بثامره ومو بجاهز يعني بعض المؤسسات، لكن جتنا اتصالات وهذا ان اغلب المؤسسات تسال شو الانواع. قلنا لهم الانواع مفتوحه، اي نوع تبونه مفتوح يعني. وي خلفان، نزلتوا الميدان شفتوا المؤسسات شفتوا النخيل اللي عندهم؟ لا صراحة لا ما نزلنا، بس نعرف ان اغلب المؤسسات عندها نخيل يعني وبيشاركون في السنة الجاية ان شاء الله. شو لو تذكرنا احد المؤسسات بالاسم تقولنا هاي المؤسسة ما كنا نتوقع لكن طلعت فعلا مهتمة فيها النخلة؟ على ما اعتقد في مركز شرطة بس ما يذكرني الاسم، فاز بجائزة يعني في وعندنا على ما اعتقد بعد الدفاع المدني. الدفاع المدني ايه بعد فازوا بجائزه يعني يستاهلون يستاهلون. نعم. خير وان شاء الله نشوف السنه الجايه بعد مشاركه جميع المؤسسات اللي يهتمون بالنخل. نعم. اليوم نخله البيت بعد شاركت، ومثل ما قلت فاجأنا بنوع مشاركتهم والتميز اللي قدموه، والشغله نادره بعد في بعض النخيل. اعطيتوهم توجه؟ كلمتوهم؟ اللي شفتوا الكثير شاركوا وانا اللي اعرفه. نعم. لكن الكثير. نعم. منهم استبعدوا بعد. نعم، التوجه كان بان يكون تكون المعايير والمواصفات للبطوله بان السنه الجايه يشاركون بهذه المعايير والمواصفات، لان في اغلبهم جايين لمجرد المشاركه يعني ما يعرف مش ملم بالقوانين، البعض منهم نسبة قليلة. فأعطيناهم توجيهات حق السنة الجاية كيف أن يحضر للمهرجان. شو النقاط اللي ارتكزتوا عليها أساس أن المشارك هذا يدخل المنافسة؟ أول شيء الوزن، أن يكون على الوزن المطلوب للمعاينة، وبعدين يدخل في اللجنة تفحص النقاط اللي عندها من حجم، من تماثل، من خلو من الإصابات، من نسبة إرطاب، فياخذ عليها نقاط. فهذه كانت من المعايير اللي عندنا احنا. هل الكثير منهم استوفوا الشروط هذه؟ تقريبا حسب كذي كانت المنافسة جدا. عطنا رقم قياسي يعني مقارب كم بالمئة؟ تقريبا فوق 70% يمكن كانوا يعني بيدي. ما شاء الله تعدوا الرقم. تعدوا. انا قلت نعم. لان عدد المشاركات 40. لا 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 لا، لان عدد المشاركات هال. ما شاء الله عليكم. انتم كلجنه تحكيم صارت بينكم معايات داخل؟ احنا ما ندري شو يصير عندكم. والله يصير، لان في يعني دائما في اختلاف في الراي بس دائما اللي يحكمنا تحكمنا الشروط. الشروط. نعم، تحكمنا الشروط والقوانين تحكمنا يعني. صحيح. هل في توقعات للحول ان شاء الله السنه الجايه تتوقعون ارقام معينه؟ نعم، ما دام ان هذه السنه المشاركه بهذه الاعداد يعني، ومثل ما تعرف انت الحين مثلا مهرجان دبي للرطب جمع ما بين المزارع وجمع ما بين الشركات اللي موجوده. أغلب المزارعين حين اللي ما طور نفسه بيطور نفسه. هي. اللي ما طور نفسه. نعم. بيطور نفسه الحين، لأن دبي للرطب جمع الشركات هذه، الشركات اللي هي شركات الري والأسمدة وشركات الصناعية والتطويرية، وعندك ما شاء الله شفت المختبرات يعني. مختبر ذكي من بلدية دبي. إيه لا، مختبر ذكي والمختبرات اللي تنتج الفسائل.
فسائل. نعم كلها فسائل ما شاء الله يعني نوعيات وأصناف كلها جيدة وجديدة يعني. نعم أنا شفت عندهم شيء من النخيل أنا قلت ما بحصلها مثلا حلوة دبي تفاجأتنا موجودة. نعم موجودة موجودة معروضة. نعم يعني هذا أنا أقول حق مشاهدينا اليوم حياكم اللي يسمع أبا وما عنده ويقدر يقتنيها اليوم. نعم وفسرة نعم. الشيخ محمد بعد كذلك من نعم. زايد موجودة. شمشولة موجودة، نبتة المزروعي موجودة، عياشة موجودة، غندة موجودة، فأصناف كثيرة موجودة يعني يعني تعتبر نادرة. يعني الجماعة عندكم فرصة أنكم أنتوا تكون عندكم هاي النخالة. نعم. وفي بيتك وممكن تدخل فيها منافسة السنة. نعم. السنة نعم. الجاية ولا اللي نعم. عقبها. نعم. ممكن أنت تيك الفرصة أنك تشارك. نعم. صحيح. أنا أبغي شوية أتطرق من ناحية ثانية إذا تسمح لي يعني. نعم. أطلع من موضوع دبي للرطب. الحاي علي السبوسي قال أجود النخيل في الهباب والخوانيج. هنا ترى جميرة خبرني أنا اللي أعرف بعد الخيل جميرة ما عليه الكلام. والله يشوف هو يتكلم كأرض وتربة والتاج. نعم نعم تربة جميرة بيضة بس تعيبها أنها خالية من المعادن وخالية من التربة مو بغنية بالمعادن. أما تربة العوير تربة الخوانيج وتربة هذه أراضي زراعية يعني ما تشوف له. لا لا ما شوف أنا من ممارستي يعني عرف. صحيح صحيح. نعم العوير الهباب الخوانيج هذه المناطق كلها المرموم مناطق المرغم كلها مناطق زراعية أرض فيها معادن وأهل للزراعة. نعم 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 صحيح. نعم. اليوم كذلك بعد نشوف أن المناطق كلها في إمارة دبي مؤهلة للزراعة. نعم. كذلك. نعم. وكلها إن شاء الله تكون مسطحات خضرة بعد إن شاء الله عامرة بالنخيل من. نعم. الإمارات كلها إن شاء الله. نعم. دبي للرطب حافظ على هوية هذه النخلة خلال إنشاء دبي للرطب في قلعة الرماد. الرسالة اللي حابين أنتم توصلونها كذلك للمشاهد وللمشاركين. والله شوف الرسالة اللي نحن نبغى نوجهها لهم اللي عنده مزرعة وبعده على النظام القديم للري والنظام المكافحة ونظام التسميد نقول له دبي للرطب تحت سقف واحد جمع كل الشركات هذه في تقنية الري في شركات الأسمدة والأسمدة الحديثة وشركات المكافحة ودبي للرطب هذه المعايير اللي حاطينها نحن للتحكيم هي معايير دولية. إذا أنت عندك رطب تبى تصدره للخارج ولا يعني كتجارة لازم تكون عندك هذه المعايير. إذا في كثير من المزارع اتجهت إلى هذه التقنية لكن بعد بعض المزارع اللي نحثهم الحين إلى تطوير مزارعهم لأنه يقلل عليهم الاستهلاك ويقلل لأنهم بعدهم على الري القديم بعدهم على المكافحة والأسمدة الغير معقمة اللي هي تنشر الأمراض والحشرات وهذه الأشياء يعني. فعلا دبي للرطب أنا اليوم وأمس وقابلت في تجواننا من خلال كاميرا سما دبي شفنا العديد من الأسمدة ومنها اللي لفت انتباهي أنا شخصيا هناك أسمدة بكتيريا نافعة. نعم لأول مرة أنا أعرف أن في بكتيريا نافعة لهذا وياي من دولة يعني دول أوروبية أوروبية نعم. بكتيريا نافعة. نعم هل استخدمتوا أنتوا هذه البكتيريا النافعة بعد؟ استخدمنا إحنا تقنية شبيهة للتقنية هذه تقنية شبيهة للتقنية هذه في المحاصيل فتعطي إنتاج طيب يعني هذا اللي يفرق ما بين المزارع اللي يبحث والمزارع اللي يطور والمزارع اللي يبحث عن إنتاج هذا اللي يفرق ما بين المزارع اللي القديم والمزارع الحديث هذه التقنيات يعني تعطيك عمر وتعطيك مناعة للنخلة وتعطيك أشياء كثيرة وهي لا تخسر بس على النخيل كذلك. نعم على كل المحاصيل محاصيل. نعم كل المحاصيل. نعم صحيح. لو تعطينا أخوي خلفان مستقبل نخلة في إمارة دبي. والله شوف أنا أشوف أن إمارة دبي معروفة اقتصاديا يعني هي الرائدة في المنطقة وتجارة التمور وتجارة لها رافد اقتصادي قوي فعلى المزارعين يعني تطوير أنفسهم ودخولهم في هذا المجال لأن مجال اقتصادي كبير مربح ومربح يعني تجارة التمور
مثل ما تعرف أخوي يوسف عالمية، فيها استهلاك محلي عالي وعالمي. وثاني شيء التمر هي المادة الوحيدة اللي بعد ما تخزنها ما فيها مواد حافظة وتظل فترة طويلة، يعني فترة صلاحيتها جدا طويلة. ولا ننسى لها بعد عدة استخدامات. نعم، وهي أمن غذائي كان في الحاضر والماضي والحاضر، في الماضي والحاضر والمستقبل. نعم، فأنصح أنا اللي عندهم مزارع واللي عندهم أنهم في هذه الشركات موجودة الحين عندنا في دبي للرطب، ممكن تساعدهم في عملية الجودة والتعبئة، وكل الشركات موجودة عندنا الأمور التوعوية والإرشادية كذلك. نعم، ويكون شخص مصدر يعني. نعم، اليوم نعم تحت سقف دبي للرطب نقولكم حياكم، هناك العديد من الشركات ممكنكم أنتم تأخذون فكرة ورؤية خلال اليومين اللي باجات اليومين، وممكن في استمرارية من خلال التواصل عبر المواقع الاجتماعية. نعم، مواقع التواصل سواء مركز حمدان لحياة التراث. نعم، نعم، محمد لحياة التراث أو شركات نفسها. كلمة أخيرة توجهها للمشاركين ولجمهور دبي للرطب. والله نشكر مركز حمدان على هذه المبادرة الطيبة يعني، والمحافظة على الموروث والمحافظة على النخلة لأنها جزء لا يتجزأ منه يعني. صحيح، شكرا. شكرا، نعم فعلا شكرا لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وشكرا لكم أنتم موصول كفريق عمل تحكيم كذلك في دبي للرطب، لأنكم أنتم طلعتونا النتائج الطيبة وعرفتوا تعطون كل حق كل إنسان حقه، والمتميز هو متميز من خلال مشاركته ومن خلال رؤيتكم وتطبيق القانون والشروط المفروضة على المشاركين. شكرا أخوي خلفان علي السويدي الحكم في لجنة تحكيم دبي للرطب على تواجده معنا على شاشة سماء دبي. هذا الفاصل أعزائنا المشاهدين، وراجعي لكم إن شاء الله. عودة من الفاصل أعزائنا المشاهدين، وتواجد الآن معاكم عند الأسر المنتجة. أولا بنبتدي في بثيثتنا عند الأخت نيس. السلام عليك، مساك الله بالخير. الله وبركاته، مساكم النور بالعافية. الله يحييك ويبجيك. أولا خبرينا عن نوع مشاركتك في دبي للرطب. إحنا مشاركتنا عن طريق إعداد البثيث والقرص والتمر بالمكسرات والقوالب، بثيث القوالب. مشروعنا بثيثتنا من 2013 موجودين في دبي. طبعا احنا وايد سعيدين ان احنا مشاركين في الموسم الاول لدبي للرطب، وهالشيء يخلي عندنا مسؤوليه اكبر في مشاركاتنا الجايه باذن الله تعالى، عشان تكون مشاركاتنا الجايه اكثر تميزا اذا شاركنا في المواسم الجايه باذن الله. موفقين ان شاء الله. لو تخبرينا عن هالطبق، هالشو الطبق هذا؟ هاي الطبق فيها البثيث. احنا اخترنا ان احنا نلفن بالسدو عشان يكون شيء تراثي، والسنة هذه مثل ما شفنا احنا في اليوم الاتحاد كان سنة السدو الاماراتي، فاخترنا ان احنا نكون مميزين بهالتغليفة اللي تضم اسم المنتج وعليها ابيات من الشعر علشان تكون اكثر تميز. شو الابيات تقول؟ احنا ماخذين من الابيات القديمه، يعني كل طبقه عليها ابيات مختلفه يعني من شعراء الامارات الكبار. نعم، موفقه ان شاء الله. شو شفتي الاقبال عليكم هني كأسر منتجه انتم في دبي للرطب؟ في اقبال عندكم؟ في اقبال الحمد لله رب العالمين، وانا اعتبر ان مشاركه الاسر المنتجه في اي حدث يعطي إثراء للمكان، لأن الناس لما يجون يشوفون يعني موضوع المعرض شو أو موضوع المهرجان شو، يشوفون الناس التي مثل الأسر المنتجة شو اللي جالسة تعرض مرتبط بهالمكان،
فكأسر منتجة نحن الحمد لله رب العالمين مشاركين في دبي للرطب، ومنتجاتنا كلها يعني مرتبطة بموضوع المكان، وكذلك منتجاتكم كلها جاية من الرطب صح ولا لا؟ نعم منتجاتنا كلها قائمة على الرطب أو التمر. الله يكتب لك الرزق إن شاء الله موفقة يا أختي من كابينة بثيثة. نعم جزاك الله خير. جزاك الله. بنستمر وياكم في التغطية كذلك، وني هني طال عمركم تلي وبريسب. تلي وبريسب اليوم عارض عندهم الشامي. اليوم أنا بتكلم عن راعية المكان، دام راعية المكان مو موجودة أنا برمسانها بشوف شو عنده وبتكلم. عندها الشامي وعندها الرطب وعندها بعد كذلك العسل، عسل العين مكتوب عليه العين، وعندها الدهنة الخلينة دهنة طيبة، وعندها هاي يسمونها شعدة. ها شعدة، الشعدة هي البثيذة، لكن الشعدة من أهل الغربية وانت ساير يخلطون فيها يقط مع البثيثة ويسمونها شعدة. خبرينا عن المراسيم شو يقدم. أول شيء نحن نحب نرحب بكم في معرض دبي للرطب، ومرحبا بسهلة وسهلة بقناة سمة دبي. مرحبا بكم وسهلة. نحن الله يسلمك المراسيم للتمور، نقدم المنتج اللي خاص بالتمر مع ابتكار ومثل ما يقول لك لوك جديد. نحب نسوي التمور بالطريقة العصرية والطريقة القديمة. يعني عندك اللي هي التمرية معروف محتواها، اللي هي يكون محتواها التمر سواء السكري أو أي نوع من أنواع التمور، مع بعض الإضافات، إضافة الطحينية بعض الناس تسميها الهردة، وإضافة عليها اللوتس أو المكسرات حسب رغبة الزبون. اليوم قمت تدخلون في أشياء جديدة وأشياء من 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 الحلويات المعاصرة، اللوتس شو قلتي عنها؟ اللوتس والمكسرات. عندك الله يسلمك الأطفال ما يأكلون التمر، لكن يوم نضيف لهم الإضافات الحديثة هذه يرغبون فيها أكثر. نعم. لكن شيء راقي ما شاء الله تبارك الرحمن. ام بغيتوا للسفار، ام بغيتوا طال عمركم تبون صوغا حاد، ام بغيتوا في المستشفى، ام بغيتوا في الاعياد والمناسبات جاهز. نعم. موفقه وابتكار حلو وجميل. الله يطول عمركم، مشكورين على التغطيه ما قصرتوا. حاضرين واجبنا هذا. وني بعد كذلك روح البنفسج، روح البنفسج مشارك طال عمركم بامور كثيره، مع ان ما حد موجود هني لكن بنرمس. اليوم عندهم رطب. السلام عليك. مرحبا حياك الله. يا مرحبا بك. الله يرحب بك. عفوا يا مرحبا. وش حالك بشريني عن؟ الحمد لله بخير ونعمه. حياك الله ومرحبا بكم. بشري خبرينا شو مشاركتك اليوم انت في دبي للرطب؟ والله الحمد لله اللي تحت لي فرصه المشاركه في الاصدار الاول لمعرض دبي للرطب، وشاركت برطب نخاليه في بيتي، وشاركت بالرنقيله، وشاركت بالممروسه، وشاركت بإصداراتي للعطر اللي مستخدمة فيه زيت النوى مال النخل. اليوم هاي ثاني مشاركة نشوف عندنا هني في لسر منتج، انكم مشاركين بعطور زيت نواة الرطب، لو تخبرينا عنها بعد هاي. هي والله لقينا في زيوت ال هي نعم لقينا في زيت النوى لما خلطناه بالعطر ثبات واستدامة للعطر، وخلت العطر أكثر يعني جودة وأطالت عمر العطر وثبتت الريحة ما شاء الله، ولقينا ناجح الموضوع وبنكرر إن شاء الله في الجايات. الحمد لله الله يوفقكم إن شاء الله. نقول روح البنفسج موجود مشارك في دبي للرطب، فوق إنهم يعني أسر منتجة ما شاء الله، الأخت متحدثة الله يحفظها. الله يحفظك وإن شاء الله يوفقك أنت. والله أنا متحدثة ما شاء الله، متمسكة بماضيها وحاطة اللي حاضرها. الله يوفقك. أنا أشكركم جزيل الشكر، أشكر القائمين والمنظمين على مهرجان الرطب لدبي، ونتمنى نكون إن شاء الله من المشاركين كل سنة، ونشكر الدعم اللي لقيناه والتشجيع وتبادل الخبرات اللي ما يحصل إلا في مثل هذه المهرجانات. أول بنت لا شكر على واجب. مستمرين وياكم أعزائنا المشاهدين في التغطية، وراح نغطي هني كذلك لبن محيبرة
شو لبن محيبره؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. مساك الله بالخير. مساء النور، مرحبا الساع. اولا استقبلتينا بالطيب بالعود ما شاء الله تبارك الرحمن، خبريني شو معنات اللبن محيبره؟ اولا طال عمرك لازم اشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم على هذا المهرجان الطيب لأول مرة يستوي في دبي، وكل الحمد لله الناس فرحانة والله يفرحهم إن شاء الله اليوم ودوب. وهذا محيبرة طال عمرك مشروعنا، مشروع لبن فاتحينه في القرية العالمية، فالرخصة هي اسمها لبن محيبرة، عندنا خدامة نسميها محيبرة واستوى الاسم باسم محيبرة، يعني اسم مركب. مركب هي. ذكرتيني بوحدة بعد دول نعرفها تشتغل عند العرب يسمونها رطنة، من كثر ما ترطن سموها رطنة. هي قلت لها أنا شاورتها، قلت لها تبين محيبرة ولا بقيها؟ قالت بقيها شو تسوي؟ قلت لها تحفر مصارب. قالت ومحيبرة قلت لها يلون فيها الدهن الصغيرة هاي. قالت لا يا عيال هاي أفضل. استصار عليها الاسم طويل العمر. تخبرينا عن، لو تخبرينا عن منتجات مشاركتك في دبي للرطب. طال عمرك شاركنا بالرطب لكن الحمد لله ما صادفنا الحظ، ما فزنا، بس شوف الجماعة وشوف العالم لي هي روح علينا أكبر فوز. وهذا طال عمرك منتجاتنا الجبن هذا كله شغل بيت، نعم، والدهن والخل. وهذا طال عمرك نسوي بثيثة، واللي يسوون بثيثة الحين صنعوها بهاي بالزينة، وهذا طال عمرك في عندنا، والدهن والخل والقهوة والشاهي. طبعا هذا الحفل هذا اللي نبحث عنه، دبي للرطب اليوم سوت تجمع ان شاء الله بحول الله ان شاء الله كل سنه سوت تجمع عالي، يعتبر هذا التجمع عالي حقيقه، يعني الناس تتعرف على بعضها ببعض وتشوف. هني اليوم في الاسر المنتجه شفنا مثل ما رويتكم ونقلنا لكم الصوره، اليوم في اقبال ما شاء الله، هذا بدأوا الزوار يجونهم ويشوفون منتجاتهم، الله يكتب لهم ان شاء الله الرزق. طبعا كذلك نعيد ونكرر ان مركز حمدان محمد لاحياء التراث دائما يحافظ على هذه الهويه ويلم العرب من كل بقعه يمعهم، ومثل ما شفتوا ما قصرنا الله يحفظنا. عموما انا ما اقدر اطيل معاكم في هذا الوقت لان الان يجب ان ننتقل الى مسرح التتويج عند اللجنة ونسمع منو الفائز إن شاء الله، وفالكم الناموس كلكم ونقول الناموس الفائز. مساكم الله بالخير مشاهدينا على شاشة سما دبي في اليوم السادس من دبي للرطب، ويا تحديات المشاركين اللي شاركونا اليوم. كانت عندنا نخبة دبي يشارك كل واحد منهم بثلاث مخاريف، والنتائج وصلت، وسعادة الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث متواجد لتكريم الثلاث المراكز الأولى في نخبة دبي. بنعلن إن شاء الله عن الأسامي والفائزين في نخبة دبي. بنبدأ من المركز الخامس. المركز الخامس راشد غدير مطار الكتبي، مشارك بالشيشي وخلاص أبو معان. تفضل راشد غدير مطار الكتبي الخامس. نحن نادي من المركز الخامس للمركز الأول إن شاء الله. المركز الرابع ناصر مطار غدير محمد الكتبي، مشارك في خلاص وسكري ومجدول. المركز الثالث شيخة جمعة محمد الكعبي، مشاركة بنوع النخل أم الدهن وسكر مصر وحلوة دبي. ناموس الشيخة جمعة محمد الكعبي وحصوله على المركز الثالث في نخبة دبي. المركز الثاني والمركز الأول، نعلن الثاني ولا الأول؟ المركز الثاني غدير مطر غدير الكتبي،
مشارك في بومعان وشيشي وخلاص. ما شاء الله، تفضلوا 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 تفضلوا. ناموس يا غدير، مطار غدير الكتبي، وحصوله على المركز الثاني في نخبة دبي، ومشارك بنوع بومعان وشيشي وخلاص. المركز الأول، المركز الأول، جمهور منو يتوقع؟ حد عنده اسم بيخبرنا عنه؟ بنشوف، يمكن قريب يكون قريب. المركز الأول عتيج سيف العميمي. ناموس يا عتيج سيف العميمي، حصوله على المركز الأول في نخبة دبي، ومشارك بحلوة دبي وشيشي ونبتة سيف. ناموس يا عتيج سيف العميمي، تفضل. منو اللي تفضل؟ إذا عتيج موجود يتفضل. تستاهل يا عتيج سيف العميمي، وحصول على المركز الأول في نخبة دبي. نذكركم بالأسماء اللي حاصلين من المركز الأول الخامس: المركز الأول عتيج سيف العميمي، المركز الثاني غدير مطار غدير الكتبي، المركز الثالث شيخ جمع محمد الكعبي، المركز الرابع ناصر مطار غدير محمد الكتبي، المركز الخامس راشد غدير مطار الكتبي. وإن شاء الله باشر بيكون أيضا نخبة عام، والله يوفقهم إن شاء الله المشاركين جميع. ومثل ما تشوفون على المسرح سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي للمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذه المبادرة الطيبة، نشكره. عندنا رطبة من 3 أيام لين اليوم ما حد جاوب الجواب الصحيح. اليوم ما شاء الله الصندوق هذا بنقول ما شاء الله كل العرب شاركت فيه. الجائزة كانت قيمتها ب1000 درهم، تحولت ل2000 درهم، تحولت أيضا ل3000 درهم، والحين نتريى إن شاء الله الجواب. إن كان جواب موجود وصحيح أكيد أنه بنبارك الفائز، واللي ما بيجاوب أو ما حصلنا جواب صحيح بتنتقل الجائزة لين باشر، وبتزيد قيمة الجائزة من 3000 درهم إلى 4000 درهم. نتمنى إن شاء الله نشوف، ونتمنى إن شاء الله أن يكون حد فائز في هذه الجائزة. وحمدان جزاه الله خير ما شاء الله قابلنا شيء صعب، هل النخال اللي سألناهم بعد هني ما جاوبوا بالجواب الصحيح. يمكن اليوم شوي فكروا زيادة واسألوا زيادة، واليوم أبو حمدان جزاه الله خير أيضا سهل على المشاركين عشان الرطبة هذه في أنواع موجودة، بالإضافة إلى طلعنا الطعام اللي موجودة عشان يتعرفون أكثر، أو تكون الإجابة إن شاء الله موجودة عند المشاركين. نحن بنسأل أبو حمدان، شو رأيكم؟ بنشوف يمكن حصلنا جواب. أبو حمدان ما عندي لك كلام الحين، أنا في جواب حصلنا ولا بعدنا؟ ما عندي لك كلام. ما شاء الله، أنا أشوف أبو حمدان عزل ورقة واحدة يمكن جواب صح. ثلاث عزل؟ ها ثلاث أوراق، نعم أشوف من ثلاث أوراق هذيلا أكيد أنه وصلنا للجواب. وحمدان ما بتسهل المشاركين؟ سهل إن شاء الله. أتقبي. ما شاء الله ما شاء الله، يا عدد المشاركين عدد كبير شارك في هذه المبادرة الطيبة. 3 أيام، يومين نحن كملنا ما حد جاوب الجواب، زادت الجائزة ل3000 درهم. وبنشوف، أنا أشوف أوراق الحين تعتزل، أكيد أن حصلنا جواب. بالتوفيق إن شاء الله للمشاركين، الجمهور يتريى إذا في إجابة. ما باقي إلا شيء قليل إن شاء الله وبسيط، وبنعرف منو الفائز ب3000 درهم. أول شيء إن شاء الله بنقول أن الإجابة موجودة، وحمدان قال بنسهل عليهم إن شاء الله.
أكيد. يمكن جواب بعد قريب من الجواب الصحيح. ما شاء الله عدد مشاركين كثير. إن شاء الله أبو حمدان نحصلنا جواب اليوم. في بعد جائزة ثانية؟ جائزة ثانية نحصلنا جواب؟ نعم بنحط غيرها. بيض الله وجهك يا أبو حمدان. كم واحد اللي مجاوبين أبو حمدان؟ الجائزة صارت لي مباشر 4000. ما شاء الله. لين اليوم ما حصلنا جواب. مشكور أبو حمدان، جزاك الله خير. أبو حمدان الحين نحن بنخبرك، الحين أكثر شيء يتنا اتصالات، الناس تتواصل يانا على الانستغرام، تتواصل في السناب، يعني نحن نباك تسهل بعد على المشاركين. هذا أسهل، الرطبة أمها انخلة وفيها خوص. زين تعتبر نادرة؟ أكيد أنها من ندر، يعني هاي ندر ندر يعني. إنتاج دبي. سهل إنتاج دبي، يا سلام. مشاهدينا والمشاركين والحضور الموجود ويانا، أن الجائزة انتقلت اليوم باشر إن شاء الله، جائزة من 3000 درهم تحولت ل 4000 درهم، ولين اليوم ما حد جاوب، ونتمنى إن شاء الله أنكم تفكرون زيادة وتيبون الإجابات. نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله أن على هذا المسرح أن بنبارك اللي بيجاوب الجواب الصحيح. نذكركم أيضا باشر بيكون عندنا نخبة عام، ونتمنى التوفيق للجميع. أكيد أن باشر بتكون مشاركة أيضا قوية وتحدي من بين المشاركين. بننتقل وياكم مشاهدينا إلى الاستديو مع أخوي وزميلي يوسف الحي. الناموس اللي يوالف الحظ واللي ما وافاه الحظ نقول حظ أوفر إن شاء الله، والمرات الجاية متاحة لك، واللي بعد ما وصلنا يوصلنا. مثل ما سمعتوا الجائزة ضاعفت، استوت 4000 درهم يا أخوتي. حياكم في قلعة الرمان دبي للرطب، البيبان مفتوحة لكم، تعالوا شاركوا لو في المنصة إذا ما عندكم رطب ونخيل، حياكم المنصة شاركوا. مركز حمدان محمد لحياة التراث مو مقصرين، حاطين لكم شارة وحاطين لكم نوع من الرطب، بس تعالوا وقولوا هاي السماء وشاركوا في السحب، وإن شاء الله فالكم الناموس مع إعلان النتائج وتوزيع الفائزين في شوط نخبة دبي. نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة السادسة من دبي للرطب، ونقول للجميع الناموس، ونلقاكم باكر بإذن الله بنفس التوقيت مع حلقة جديدة واستثنائية بتكون المنافسة على الشوط النخبة، النخبة عام، وهو الشوط الذي من المتوقع أن يشهد منافسة كبيرة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأحداث الخاصة بدبي للرطب. استودعتكم الله وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.